صباحكم سعيد، اهلا ومرحبا بكم مستمعين على امواج راديو دوزام. مرحبا بكم في اسبوع جديد من كل وتمع عن البرنامج اللي سيبغي لكم الخير. وبما ان صحتكم تتبدا من الغدار او التبصيل او المائده اللي قبلتكم، اليوم غادي نتكلموا لكم على موضوع كثير في الرسائل ديالكم ومن الناس اللي تنتلاقاو بهم. اولا تحيه وصباح الخير سي نبيل عياشي. صباح النور سميره، وصباح الخير الساده المستمعين، وبدايه اسبوع موفق للجميع ان شاء الله. انا متاكده بان هذا السؤال او هذا لو كونستان تلاقيتي معاه بزاف. كلشي الناس يقولنا ما بقينا عارفين ما ناكلوا بقوه هاد النصائح اللي ولات صباحية دوزان في كل وتمعان وفي مجموعه من البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه. تلفنا شي شويه ما بقيناش عارفين ما ناكلوا، لان لجينا ناكلوا الخضروات فيها لي بيستيسيد، جينا ناخذوا الفواكه راها ماشي موسميه ما غتنفعناش، المواد المفبركه والمصنعه هذيك ما خاصناش نقيسوها، اللحوم اثبتت علميا على قتل مباشره بمرض السرطان، وهذا موضوع تكلمنا عليه ونتيجه تقرير ديال الاو ام اس او المنظمه العالميه للصحه. شنو بقى لينا ما ناكلوا السي نبيل عياشي؟ وصحيح ان يعني المستمع يعني العادي اللي ما تتبعش جميع البرامج يعني بشكل مداوم، اكيد انه غادي يتلف ملي غيسمع حلقه من الحلقة، غادي يبقى يقول يعني غيسمع اليوم حلقه على اللحم، غدا غيسمع هذه، وخصوصا الان اصبحت يعني صفحات الانترنت والمجلات ومجموعه برامج والكل اصبح يتحدث في التغذيه، فاكيد ان كاين هناك سؤال يعني اش بقى ما ناكلو. وهنا تتولي بعض الاحيان تتولي النتيجه عكسيه، هو ان تيرمون تيبقى يسمع بزاف ديال المعلومات اللي هي ما غنقولوش حنا خاطئه، معلومات اللي هي صحيحه بطبيعه الحال، فتي يضرب كل شيء تقول لك انا سيدي غناكل كل شيء كاع من الطرف انا اش نبقى لا، واللي تيقول لك موتة وحده كاينه. نعم لا، هذيك خطا. لا خطا، لان المشكل ماشي في الموت، المشكل كيفاش غنوصل للموت. تماما، راه هذا هو المشكل، والناس خصهم يدوروا دورها في المستشفيات باش يعرفوا شنو كاين وشنو واقع. فاللي كاين، انا بغيت نفسر واحد المساله، وانا دائما تنقول ان بالنسبه للمغاربه يكفي رجوع العادات الغذائيه المغربيه، هذه النقطه الاولى. كاين الان اللي غيسمع هذا الرجوع العادات الغذائيه المغربيه ويقول لكم انتم تيجي تقولوا اصلا ما ديروش مثلا. الدام كاين في العادات المغربيه. نعم، الخليع كلهم يدم، القليل باللارين، مرزيه، حتى واحد شي فيها الدم بزاف، في السكريات تشبك قلبك عامر. انا تنحل محل المستمع والناس اللي تيقول لك راه بقينا عارفين ما ناكلوا. صح، انا متفق معك. فغنعطي مثال بسيط جدا، هو اضافه الملح للطعام وإضافة السكر للشاي مثلا. فحنا تنصحوا الناس أنهم يحاولوا ما أمكن يشربوا الشاي بدون سكر. لماذا؟ لأن ملي تنجيو نحللوا النظام الغذائي المغربي، أش كان عند المغاربة كمصدر لهذا السكر الأبيض؟ فقط الشاي. ما كانت لا بسكويات ولا حلويات، ولا حتى الحلويات كانت تتخذ مره في الاسبوع، يعني مره تقول ديال الموسم ديال السوق، ديال السوق مثلا. ولا واش حنا ملي كنا صغار كنا تنشريو البسكوي كل نهار، واش كنا تنشريو حلوى كل نهار، ونهار تيكون عندك درهم ولا نهار، فنهار تيكون عندك 10 ديال ولا 4 ديال ولا درهم تمشي تشريها كل نهار، فديك الساعه راه النهار كبير عندك. فهنا المشكل اللي ولا هو ان اصبح عندنا بزاف ديال المصادر ديال السكريات، ومني تنزيدوا عليها سكريات اخرى تزيدوا الطينه بله. تنظن بانني فهمتك سي نبيل عياشي فاش تقول نرجعوا النظام الغذائي ديالنا القديم، يعني ماشي غير ناكلوا الماكله اللي كانوا تياكلوا بل نديروا ريوسنا في يعني في البيئه ديالهم. بطبيعه الحال راه مساله اللي هي دار الان كاين اللي تيقول لك وانتم تتهضروا لنا على المقليات وجدودنا كانوا تياكلوا ليدام. اش من ليدام كانوا تياكلوا؟ واش ليدام ديال الطاجين؟ هذاك ماشي ليدام. غتقول لي كانوا تياكلوا الشحمه في بولفاف، شحال كانوا تياكلوا ديال بولفاف في العام؟ اتقول لي كانت تاكل الكفته ما شحال ماشي الكفته، حنا ما عندنا قلنا ماشي موجود. ولكن اللي خاص الناس يفهموا الملح، نرجع لك الملح، يقول لك علاش الملح؟ نعم الملح علاش؟ لان خصنا نعرفوا ان الان المشكل اللي كاين في الملح، وهذه ضروري خصنا نديروا عليها حلقه، المشكل اللي كاين في الملح هو ماده الصوديوم. هذه الماده الصوديوم الاحتياجات ديالنا ديالها في اليوم ما بين غرام ونص حتى 2 الغرام، واش عرفتي شحال تندخلوها سميره الجسم ديالنا؟ بزاف، راه 10 الغرامات تدخل الجسم ديالنا، وما جاياش من غير من الملح، راه المسكه فيها الصوديوم والعصير الاصطناعي فيه الصوديوم والحلويات فيها الصوديوم، جميع الاغذيه الاصطناعيه فيها الصوديوم. فمني تجي تضرب الحساب تلقاك انك تدخل في اليوم 5 اضعاف مضاعفه. فتجي تقول ان النصيحه اللي خصني نعطي الناس نقول مودي نقصوا من الملح. علاش؟ هذه الاول، هذه القاعده الاولى. مقليه في الزيت، تخيل معايا ان شخص ياكل يومين 3 مقليه في الزيت، هي فيها الزيت وفيها الملحه. ولكن الاصعب من هذا والاخطر من هذا ان اصبح هذا الاستهلاك المفرط ديال بعض الاغذيه ولا بعض المكونات الغذائيه اللي هي مضره اصبح على حساب الاغذيه اللي هي صحيه ومفيده. نمشيو لابعد من هذا، وشرتي نقطه مهمه بزاف في المقدمه ديالك. بالنسبه للخضر والفواكه،
نعم انا متفق مع الساده المستمعين اون بو با تو جيري دابا ما يمكنناش نسيرو كل شيء ولكن الفو جيري سكي جيرابل نضمو غير الامور اللي حنا قادرين عليها نعطيك مثال الخضر والفواكه ما عندنا لين عليها ما عندناش كي نديرو تنخرج السوق تنتقدا ديك الخضره تنجيبها ما عندي لين عليها دونك الا فيها مواد كيميائيه ما عنديش كي غندير هادشي خاصني ناكلها ما عندي ما ندير ولكن واش انا ضروري ناكل الحلويات كل نهار لا ماشي يعني اللي قدرنا عليه نديروه ديجا قدرنا عليه نديروه اللي ما قدرناش عليه راه ربي ديك الساعات يسير الامور كاين اللي تيجتهد السي نبيل عياشي كاين اللي تيجتهد ويعني تيمشي يقلب على الخضر فواكه بيو ياك وحنا شفنا مؤخرا في واحد البرنامج جلس على القناه الثانيه يعني كميزانك مع السي نبيل شفنا بان البيو ارض بيو باش تولي بيو خاصها 15 عام باش يلا نقدروا نقولوا عليها بيو لان راه حداها الاراضي فيها لي بيستيسيد يعني صعيبه باش نوصلوا لهذاك الشيء شوف بيو انا ضد حق هاد لان بعض الاحيان هاد ما تنبقاو نفكروا بهذه الطريقه هكا هنا فين تنوليو ما غناكلوا والو انا تنقول الامور اللي قادرين نبعدوا منها نبعدوا منها الامور اللي حنا ما قادرينش نبعدوا منها وما عندنا لين عليها ما عندنا لين عليها واش حنا واش حنا ضروري نشربوا مشروبات غازيه كل يوم واش حنا ضروري نعطيو وليداتنا يوميا الحلويات واش حنا ضروري نعطيو وليداتنا يوميا المقليات حنا ماشي ضروري الا كان انا دابا بطبيعه الحال انا لست ضد انا غير تنقول نبتعدوا ما امكن انا ما تنقولش الناس اننا نحبسوا الحلويات على الاطفال اننا نحبسوا بشكل نهائي المقليات على الاطفال انا غير تنقول الا غنعطيها لهم مره في 15 يوم ما عنديش مشكل اما غنعطيها لهم اننا تتولي المشكل اما مساله ديالهم بقينا عارفين ما ناكلو مساله بسيطه جدا حيت اللي تيقول لك بقينا عارفين ما ناكلو هو علاش هو اصلا ما عارفش اشنو خصو يتكال هو بعيد على اللوز والقرقاع والببوش والبلوط وهذاك الشيء هو ما تيعرفوش اصلا طيبو هاري وطيبو هاري الى اخره لكن كاين قواعد السي نبيل عياشي حنا متفقين عليها نقصوا من السكر نقصوا من الماء علاش لان منين تنجيو نحسبوا راه تناكلوا اكثر من 45 كيلو د السكر في العام للشخص يا لطيف راه عرفتي شحال سكر ابيض عرفتي الا رجعنا 15 عام ولا شحال كانوا تياكلوا مغاربه شحال قل من 20 كيلو في العام دابا اكثر من 45 كيلو اكثر من لو دوبل اكثر من لو دوبل فهنا مشكل والمغاربه شحال هادي راه ما كان الملحه فين كانت تتخاذ الملحه كانت تتخاذ فقط في الطعام كانت تدير ديك شويه ديال الملحه في الماكله ولا في الخبز وكان الخبز ماشي تعجن بالزنجلان ولا تعجن بالكامون ولا الكريسات ما كانش داك الشيء الاخر تيغطي على ديك الضرر ديال الملحه دابا الان ولات ماده الصوديوم معنا بارتو ولا السكر حيت السكر الخطير في السكر الابيض راه ماشي هو السيلك المباشر راه هو السيلك الغير المباشر يعني ان تيجي عافاك اتاي بلا سكر وجيب لي واحد ميلفاي معاها ما دار والو هنا بالعكس زاد الطينه بله هنا خسر غير شرب اتاي سيدي اي شرب اتاي بالسكر وبعد على ذاك ميلفاي مثلا ماشي جات بعيد على ميلفاي سير كولا سيدي ميلفاي مره في 15 يوم ولكن ماشي كل نهار راه كاين الناس اللي تيخرج مع اربعه من الدار خصو يمشي للقهوه ياخذ قهوه حليب وياخذ معاه حلوه وكاين اللي ما كيف ما قلتي ما تيشربش اتاي الا لا دوز معاه شي حاجه حلوه هنا فين كاين المشكل دابا هنا هذا ما بقينا عارفين ما ناكلو انا متفق معاهم ولكن ما بقاوش نحكوا على الدبره كما تنقولوا يعني الحوايج اللي عندنا ليها معنى عليها لين خضر والفواكه غادي ناكلو ما نغسلوهم خضر والفواكه الحوت انا مشيت نيتي باش غادي نمشي نشري الحوت هذاك الحوت مشيت طحت في حوت انه مربي ماشي حوت ديال البحر ما عندي ما ندير مشيت شريت اللحم مثلا ما يمكنناش نعيشوا بلا لحم راه ضروري غيمكننا ناكلوا اللحم وهذه ماشي مساله اللي هي خايبه بطبيعه الحال خاص الانسان يبدا واحد المجهود وقلنا في الحلقات الماضيه بان ما خصناش نفوتوا نص كيلو في السيمانه 300 غرام وحنا قلنا نص كيلو كاع يا سيدي غير على الله غير على الله يعني نحاولوا نحسبوا يحاولوا ما امكن جد المستطاع انهم يسيروا انهم يبحثوا على ولكن باش نبقاو حيت تنبقاو تنقلبوا لا هو الخضره فيها المواد الحافظه لا هو فيها هذه لا فيها مواد كيميائيه لا الفواكه فيها مواد كيميائيه لا الزرع فيه مواد كيمياء ما يمكنناش نعيشوا بلا داك الشيء ناخذوا داك الشيء ولكن ملي تناخذ معاهم مثلا زيت الزيتون ملي تناخذ معاهم اللوز ملي تناخذ معاهم التمر ملي تناخذ معاهم التوازن شنو تيدير تيحيد لي داك الجانب السلبي ديال هذيك المواد الكيميائيه اللي جات في الخضر فهنا المشكل فوقاش يكون ملي تيكون الشخص غادي في هذيك الامور اللي هي 100% سلبيه والنقط الايجابيه ما كايناش واخا سي نبيل عياشي غادي نسولك على يعني مع التطور دابا والناس خدامين بزاف ومديين ما بقاش الوقت باش نقتنيو المنتوجات على حقها وطريقها ما بقاش الوقت باش نطيبوا على حقه وطريقه الناس والسيدات بداو تيتجهوا كثير الحوايج معلبه بحال الخضر المعلبه اولا الحوت المجمد شنو رايك فيهم ما يمكنناش نقارنوا راه انا ماشي ضد لان ولكن هما احسن من والو
حسن من الحوايج اللي غنشريوها موجوده مثلا. شوف شوف اختي سميرة، انا نقول لك بكل صراحه ما تنظنش ان في المغرب احنا محتاجين الخضر المعلبه، يمكن الا كان نادرا مسافرين ولا شي حاجه، لان شوف انا تقريبا المغرب درتو كامل، راه منين ما دزيت تلقى مول الكروسه حاط حداه تشفي في حاجه. انا متفقه معك، لكن ولات هاد الموضه، ولات هاد الموضه شبانه، هي موضه، ولات موضه، ما حنا ولينا في الموضه دابا، ولات تتسهل الماموريه وتتسهل الماموريه. راه هنا كاين، ودابا هنا خاص المستهلك يتحمل مسؤوليته كذلك. يعني ما بقاوش نطرحوا غير وقالوا لينا وسمعنا وما خلاو لنا ما ناكلوا. شوف انت كذلك كمستهلك اش من مجهود تتبذل باش انك تحقق هذه الاهداف هذه الغذائيه. فكني تقول لي اختي سميره، ملي انا ضد، انا خصوصا انا شخصيا وربما نكون غلط، انا ضد الشخص اللي تيقول لي ما عنديش وقت. انا ضد هذه الفكره هذه، اسمح لي. هي مساله نظام، مساله تنظيم. انا دائما تنقولها، ما كاينش ما عنديش وقت. انت راه هذا البروغرام ديالك شارجي اكثر من عيالات اخرين، وتبارك الله عليك انا نقول لهم تتوجدي دائما الماكله ديالك في الدار. لا الطاجين ولا كسكسو ولا قريشلات ولا ولا ولا، فما كاينش مساله ديال ما عنديش وقت، مساله التسيير. واش باش نوجد الطاوة ديال البصاره ما عنديش لها الوقت؟ لا، واش باش نحط، واش باش نحط اللوز والقرقع في التمر في الصباح مع كاس الحليب ما عنديش لهم وقت. فما كاينش مساله ديال المادي، مساله موضه. نعم هي مساله موضه، صبحوا للاسف بعض الناس تتباهوا في بعضياتهم بشراء بعض المنتوجات اللي هي داخله المجتمع. الله يحسن لوان، شوف شي بحال الخضر اللي في المارشي تتباع خضر منقيه مقطعه مصوبه معوطه، حتى هي ضدها. لا ماشي، انا ماشي ضد، انا ماشي ضد. شوف انا غير هي ما خصناش نعوضوا، راه ما يمكنش نعوض انايا الخيزو طاري جايني من الحقل الجايني، غنعوضوا بخيزو مثلا في علب محفظه. الا كان ضروري، واحد المره خارجين، واحد المره كان عندي اجتماع وصلت معطل، واحد النهار واحد ما توليش عاده، ما توليش عاده، راه ولات عاده للاسف. راه ولاو الناس، هذا هو المشكل، انه تيدوز ساعتين في التليفون ربعه السوايع حدا التلفازه، وملي تنجيو نهضروا على الماكله تيقول لك ما عنديش الوقت. تنظن كذلك السي نبيل العياشي من بين الكبير عندنا في المغرب هو الخبز ولا كلشي تيشريه باتيسري، والخبز غالبا تيكون حلو. انا هذا مشكل، هذا مشكل ابيض، هذا مشكل. فعلاش الناس ما يعجنوش؟ علاش الناس؟ شوف شوف المهم انا ما غندخلش في التفاصيل، لان انا هما ما قدروش يعجنوا، ولكن على الاقل ياخذوا خبز كامل فاش يشريوا. ياخذوا خبز كامل، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، راه من الخبز ما كاينش مشكل غير في السكر لا سميره، راه كاين المشكل في النظافه ديالو، راه اكبر مصيبه هي ديك ليجين الخبز. شوف كاين الحمد لله دي بولونجري ودي باتيسري اللي تحترموا، صح تحترموا كل القواعد، واللي عندهم اللي تيحيروك في الانواع ديال الخبز مزيان بالست سيريال وبالشعير وبالخبز. الحمد لله الحمد لله. فهاد الناس هادو اللي تيحترموا ليجين، فتنظن انهم غيحترموا كذلك القواعد ديال الخبز، لان هذه رساله انا تنوجدها لاباب المخابز. الله يجازيكم بخير. حيت يقول لك بعد خصك خبز غالي، خبز غالي، تنظر بان لا ما غاليش، ما غاليش بالقيمه ديالو. واحد تيشري باكيت الكارو ب 30 درهم في النهار، ومن تيجي الخبزه ب 5 درهم تيقول لك غاليه. نشري خبزه كامله، واش تشري قرعه ديال المناضه ب 10 درهم وتجي الخبزه تقول خبزه غاليه؟ عرفت، الخبزه هي الاساس ديال الماكله ديالنا. هي حساب مغلوط، حساب مغلوط، وخاص المستهلك يدخل حتى هو في الحلقه، فوالا يدخل في السلسله ويشوف شنو هي الاولويات، يكون عنده لو بوا ديالو في المجتمع. يعني ملي غنمشي عند واحد مول الحانوت حاط الخبز ما مغطيش، راه خاصني نقول له اسيدي راه خصك تغطي هذاك الخبز. ملي غنمشي عند مول الحانوت تلقى عنده الثلاجه ديال الحليب مطفيه، خصني نقول له اسيدي شعل هذيك الثلاجه ديال الحليب. وخاصنا نحسبوا الاولويات ديالنا السي نبيل العياشي. تجينا سهله كيف ما قلتي، ناخذوا كانيت ديال المناضه ناخذوها حتى ب 400 ريال، وتتجي الخبزه حيت خبزه، حيت خبزه ما نخلصش عليها، ما نخلصش عليها. نشوفوا الاولويات ديالنا ونشوفوا اللي قريب لصحتنا نخسروا فيه الفلوس، واللي ما قريبش لصحتنا هو اللي ما نخسروش فيه. باكيات الشيبس ب 20 درهم رخيصه، وكيلو ديال اللوز 120 درهم غالي. اذا ناخذوا مسؤوليتنا اننا ما قدرناش نعجنوا، ما كاين، ما يمكنش لينا نعجنوا. الله يحسن العوان، كاين الناس واخا العجينه راه بيناتنا، ما كاين ناس كثروا وما تياخذش الوقت بزاف، ما قدرناش نعجنوا، على الاقل نخسروا في خبز مزيان ما نخسروش في المنتج، ما نخسروش. ماشي خساره، لانك غتربح تماما، لانك غتربح مغنيسيوم، لانك غتربح زنك، لانك غتربح الياف غذائيه، لانك غتربح فوسفور من هذاك الخبز الكامل اللي غادي تجيب، ولا ذاك لو بان وسيريال اللي غادي تشري، اللي غادي يعوض لك امور اخرى. راه هذا المشكل ديال الارتفاع في الضغط الدموي. باكيه ديال لي كورن فليكس
قليله 30 درهم 40 درهم وصلت حتى ل 50 درهم ياك قلت لك القليله وخبزه كامله هذا هو المشكل هذا هو المشكل الحبرشه دايرين فيها كلشي 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 زريت الكتان وداك الشيء وتلقاها الا غلاص كاع عرفتي دوك لي بان دو كومبان الواعرين تيكونوا في 20 درهم هذاك الشيء علاش ما نشريهاش؟ لان شوف كاين هناك كاين هناك للاسف هي كاين مساله حنا ما ضد شي حد حنا تنهضروا انك للاسف كاين هناك واحد التقليد التقليد الاعمى اننا سمحنا في العادات الغذائيه ديالنا اننا سمحنا في الاطباق ديالنا وهذه مساله هضرنا عليها في العديد من الحلقات وبشينا كل ما هو غربي يعني الناس بحات عندهم موضه انه يدخل قرعه المناضه خاصها تدخل مع التاجر قرعه المناضه ولا مشروب طاقي او بعض المنتوجات داخل المجتمع المغربي خاصها تكون محطوطه في الطبله هذه صبحت للاسف صبحت موضه وصبحوا الناس يتباهوا بها لهذا فخاصنا ما امكن اننا نردوا لهذه المساله وباش نجاوبوا اشنو ناكلوا ناكلوا المنتوجات المغربيه ناكلوا المنتوجات الموسميه الطبيعيه انا ماشي ضد الامور الاخرى انا ماشي ضد لاباتيسخي انا ماشي ضد لاكلاص انا ماشي على حساب ولكن مره ماشي مشكل وماشي على حساب المنتوجات ولا لاحظتي سي نبيل عياشي راه ما شعرناش بالوقت دازنا الوقت المحدد الكل وتسمعا لان الموضوع مهم جدا وتيحز في قلبنا ان يعني المغاربه ما ياكلوش مزيان وما يحافظوش على صحتهم لان شفنا بان الصحه غدا وتتدهور واكيد ان للتغذيه علاقه مباشره بذلك فنرجعوا لنظامنا الغذائي القديم والتقليدي ففيه حكمة فيه صحة وفيه لذة إلى اللقاء غدا نتلاقوا معكم مع كل وتمعن